بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، كان حبون نعاودو نفتحو هاد الموضوع المهم، واخا في ظل ديال جائحة ديال كوفيد، ولكن كيبقى موضوع مهم جدا. التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية عرف في المغرب الانطلاقة ديالته من الثمانينيات بإنجاز عمليات مهمة كزراعة القلب وزراعة الكلى. القانون رقم 16/98 أطر العملية ديال التبرع من عند أشخاص اللي في الحالة ديال الوفاة الدماغية، طبعا اللي كيكونوا أهل التبرع، صافي ما تيكونش عندهم موانع ديال التبرع. هاد الحالات هادو كيتم تأكد من الحالة ديال الوفاة الدماغية بحضور طبيبين اللي ما كينتميوش للفريق الزرع ولا الفريق التبرع، ومن بعد كيتم التقرب من العائلة باش يتم الشرح لها بأنه راه القريب ديالهم راه في الحالة ديال الوفاة الدماغية، وكيتم التنسيق معهم لغرض تبرع سواء بعضو او لا بنسيج. والقانون اضطر هاد العمليه بواحد الكونسونتمون اللي هو تصريح بعدم اعتراض العائله اللي بتبرع بالاعضاء وبالانسجه. المشكل الاساسي بانه هاد العمليه ديال التبرع بالانسجه البشريه للاسف كاين فيه واحد العزوف كبير واحد 3 سنين هادي، مجموعه من الاسباب للاسف. اذا كاين واحد العزوف كبير اللي انا كنظن باش نخرجوا ان شاء الله منه غادي يتم بعمليه ديال ارساء واحد الثقه ما بين المواطنين ومنظومات الصحه. يكون هذا البرنامج مش هذا مجتمعي، خصو يكون واحد البرنامج اللي كيتبناه المواطن، انه حتى واحد فينا ما هو في منأى الله يحفظ واحد النهار غادي يكون واقف على عضو او لا على نسيج. اذا دائما نحاولوا نسبقوا الخير، نحاولوا نفكروا في الناس الاخرين اللي هو الاطار، نحاولوا نفكروا في الناس الاخرين اللي هما في حاجه سواء لزرع عضو او لنسيج اللي كيتوفاو للاسف في لوائح ديال الانتظار. للاسف بزاف الناس كيبداو كيتوفاو. كنظن بانه هو مشروع مجتمعي بالاساس اللي خصنا باش نهضوا به كاملين، اللي خصو باش يكون عندنا ثقافه من هذوك الوليدات الصغار يبداو يهضروا في ديورهم شويه على التبرع عبر منابر اعلاميه. يتم شويه تداول هذا، ماشي شويه، خص يتداول بزاف، تداول هذا الموضوع المهم اللي هو ديال زرع الاعضاء والانسجه البشريه.